ما بدي اياك تفل ليل نهار انا منك صابي مل عليك بغار شو بحبك فيي تغل. بفيديو تبدل فيه تيشيرتس للمنتخبات العربية المشاركة ببطولة العالم لكرة القدم، طلت يارا على متابعينها عبر تويتر وسألتهم عن توقعاتهم للمتأهلين للدور الثاني. فيارا المعروفة باهتمامها بهاللعبة ومتابعة جيدة لهالحدث، وعبر تويتر تعبر عن رأيها بالفرق وتدعم المنتخبات، ومثلها محمد هنيدي المعروف بعشقه لكرة القدم. فمن بداية البطولة وصفحتها على تويتر تغرد بصور وفيديوهات وتعليقات طالت كل المباريات والمنتخبات، وطبعا مثل ما في نجوم متابعين جديين لهالحدث، هناك من لا تعنيها اللعبة ولا عارف من يلعب مع من. ماليش في الكورة ولا عارف مين هيكسب ولا عارف أسماء اللعيبة، وأنا كنت فاكر ليفربول دي بلد. أول مصري ملوش في الكورة، أنت أكيد بتحس. والله العظيم أبويا كرهني في الكورة جدا. ليه؟ لأنه كان بيقعد يتفرج على ماتشات الإسماعيلي وبيزعق قوي بصوت عالي قوي، وانا حاسس ان هو الموضوع مش مستاهل يا بابا، يعني ده الاسماعيلي، فطلعت بكره الكوره جدا. وبعكس مروان هناك كثير نجوم يعشقون هالرياضه وبكل اندفاع وحماس يشجعون المنتخبات العربيه الاربعه المشاركه في البطوله. راح اشجع كل الفرق العربيه المشاركه كلها بدون استثناء. والله شوف المونديال في المغرب فأكيد حيكون هناك تشجيع للمغرب في المونديال بالدرجة الأولى. بص أنا طبعا هبقى في الأول هبقى ولائي للفرق العربية والفرق الأفريقية. التعاطف تبعنا مع الدول العربية، متمنى أكيد أنه بالبداية نقول أي دولة عربية توصل لمراحل متقدمة بالمونديال، فبدي أتمنى التوفيق للفرق العربية اللي مشاركة. وصحيح التوفيق ما حلف المنتخب المصري اللي خرج من تصفيات بطولة العالم بعد خسارتهم أمام السنغال، إلا أن النجوم المصريين ما فوتوا فرصة ليعبروا عن حبهم لهالفريق وقائد محمد صلاح. أنا كان نفسي أشجع فريق مصر طبعا الحقيقة، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل طلعنا من المسابقة. طبعا متضايق أن مصر مش في كأس العالم، فدي حاجة صعبة شوية، بس لا هتابع وهشجع بقى اللي الناس بتشجعه لأن أنا ماليش في الكرة قوي. بالمقابل حسن الرداد له بالكرة كثير، وحفاظا على السلامة لازم أصدقائه ياخذون حذرهم خلال متابعة أي مباراة معه. بص أنا في الكرة أصلي بتعصب جامد وببقى ضغطي بيعلى وكده، وأكتر طبعا اتنين ببقى أنا ببقى في الحالة الصعبة دي فيهم لما بتفرج على منتخب مصر أو ماتشات ليفربول، بس أكيد الحالة دي تبقى موجودة عندي في كل المنتخبات العربية وهي بتلعب مع فرق يعني أجنبية أو كده، أكيد بقى كأنها مصر بالظبط وبشجعهم بقلبي، فدي لو قاعد معايا حد مش بيتابع قوي هيتخبط بالطفاية في دماغه على طول. في المشاهير مثلهم مثل الجمهور عندهم طقوسهم الخاصة وانتماءاتهم الكروية المختلفة. أشجع البرازيل دائما طول حياتي، بشجع البرازيل من غير ما أفكر، بشجع البرازيل من أنا وصغيرة، قد ما البرازيل كانوا يربحوا كنت مع البرازيل، فبعدني مصرة معهم بس ما بعرف حدا فيهم. نقول أنا شوف أنا تولدت وزادت في فرنسا والأصل جزائري، نقدر نقول وقلبي في المغرب. ولادي ألمان يعني بقى عندي جزء من عائلتي ألمانية، بديش أجي على ألمانيا. أنا وصغير كنت مع ألمانيا بس ليش ما بعرف، ومين لعيبة ما بعرف بس كنت مع ألمانيا، فيلا مع ألمانيا. أما سيف نبيل فعنده خطط الخاصة بالتشجيع. فعادة إحنا شو نسوي؟ ننطي ثلاث أوبشنات حتى نفشل حالنا.